وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة إمبوكس في المغرب اليوم، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق. وأفادت الوزارة بأن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، مضيفة أنه تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الوطنية والدولية. الوبائي حاليا في المغرب لا يدعو لأي قلق. لو كان يعني هناك مجرد شك في ان هناك شيء ما اللي هو مقلق، كنا سنعلنه بكل وضوح كما كنا نفعل في ايام كوفيد 19. اذا الوضع الوبائي حاليا في المغرب لا يثير اي قلق، بالعكس اكتشاف هذه الحاله بالنسبه لنا حنايا كمتخصصين في علم الاوبئه دليل على ان منظومه الرصد خدامه وتشتغل وفعاله، وتقدر تكتشف اي حاله، بالخصوص الحالات اللي هي مرتبطه بالطارئ الصحي العالمي الحالي ديال الفرع الحيوي الاول اللي هو كاين في افريقيا حاليا. اذا هذا الامر بغينا نقوله في البدايه. بالنسبه للاخبار الزائفه، كتعرفوا بانه خلال الطوارئ والانذارات العالميه دائما ما تنتشر الاخبار والمعلومات المضلله. في هذه الايام منذ اعلان حاله الطارئ الصحي العالمي، كانوا عدد من الحالات الوهميه اللي تم اعلانها في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، راه كاينه حاله هنا كاينه حاله. هذه مسائل اللي هي يعني مسائل معتاده تعودنا عليها، ووزاره الصحه بمجرد التاكد من الحاله، يعني المختبر ديال المستشفى العسكري مراكش عطانا النتيجه، تم في حينه الاعلان من خلال البلاغ الاخباري لسد أي محاولة لي